هاي البيبان الدواره اللي نشوفها بالمولات ونشوفها بالمطاعم الكبيره، من هو مخترع هاي البيبان وليش اخترع هاي البيبان؟ ليش مو هذا الباب اللي ينفتح وينسد مثل اللي موجود بالبيوت مالتنا؟ اكيد ورا هذا الاختراع اكو قصه. هذا الشخص اللي راح احكي لكم عليه كان يكره انه النساء ويكره انه الرجل يفتح الباب للمراه، فقرر بيوم من الايام انه يصنع هذا الباب الدوار. هذا هو الحجي اللي اخترع هذا البيبان الدواره، اللي كان يكره فكره انه الرجل كان يكره فكرة أنه الرجل يفتح بيده الباب للمرأة، يعني يعتبر هذا الشيء هو شيء إهانة للرجل، فقرر أنه يسوي هاي البيبان الدوارة. فوائد هذا الباب أنه يحجب حرارة الشمس ويحافظ على البرودة مالت المباني، وكذلك يحجب الغبار الداخل من السيارات، كذلك ينظم الحشود لما يدخلون للمطعم أو يدخلون للمول. بس أكو شغلة صارت وخلت العالم تكره أنه هذا الباب الدوار. بعام 1942 صار حريق بأحد الملاهي الليلية، وهذا الباب ما يستطيع يخرجون من عدة ناس هواي، فماتوا تقريبا 500 واحد من أصل 850 شخص، وسووا استفتاء وهذا الباب ما ينجح، وحاليا ما جا نشوفه لا بالمو